أهلا بكم. يحتضن مقر عمالة مكناس زوال يومها الأربعاء حفل توقيع اتفاقية إطار تتعلق بإحداث سوق جهوي للبيع بالجملة للفواكه والخضر من الجيل الجديد، بحضور كل من محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد رياض وزير الصناعة والتجارة، وكذا السيد عامل عمالة مكناس ورئيس مجلس جهاز فاس مكناس ورئيس جماعة مكناس، إضافة إلى رئيس غرفة الفلاحة لجهاز فاس مكناس والمدير الجهوي والإقليمي لوزارة الفلاحة. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار التنزيل المجالي لمحور استراتيجية الجيل الأخضر المتعلقة بإعادة هيكلة وتحديد قنوات تسويق المنتجات الفلاحية، وتهدف إلى تعزيز مكانة مكناس كقطب فلاحي بامتياز. هذا وتم خلال نفس المناسبة التوقيع على بروتوكول اتفاق من أجل إعادة هيكلة المرافق التابعة للمجازر الجماعية بمكناس، وهو المشروع الذي سيمكن من تحسين ظروف إنتاج اللحوم الحمراء وتخزينها ومراقبتها وتوزيعها مع احترامي معايير النظافة والبيئة. كان معكم ربيع ضحاني، وأترككم مع هذه الصور. وهذا أحد القطع تتواجد كذلك في المنطقة التي تعتبر من أرقى أحياء المدينة، وواقع الحال يفرض لبدء التفكير لجميع المتدخلين على تجنيد مصالح إنجاح المشروعين. بهذين المشروعين المهمين لدينا شخصيا، كما دائما كنا نتذكر مع السيد العام هذا بالخصوص، عندي في رأيي بأنه صحيح انه مابقاش مقبول سوق الجملة ديالنا يكون في ذاك الفضاء ولا في ذاك الشكل اللي هو عليه، والمجازر ديالنا ايضا ديال مدينة مكناس لم تعد مقبولة لا في تموقعها ولا في اسلوب ما هي عليه اليوم. مناسبة نقول لهم ديك الوسط، ولكن في نفس الوقت تجيبوا سلعة تما تدخل تما وتخرج، باش نعرفوا اش كاين، نعرفوا اش كياكلوا، كيتنتج واش كاين مشاكل، شكون اللي كيجيب وكيفاش كيجيب وكيفاش كيخرج، شنو هو الكمي واش كاين مضاد ماذا الى اخره. ما نخليوش داكشي غير الناس تنصرف تجيب جالسين تما وعطاهم مجموعة ورقة ديال المونتير وأروث الله حر الخلق، راه مسؤولية، مسؤولية أمام سيدنا وأمام المواطن. كيتسنانا كلنا، مابقاش في سنيحة الفلوس ومني، مابقاش في التتبع اليومي ديال الأداء والخدمة اللي كنعطيوها للمواطن. حنا راه الإشارة، حكومة، جهة، سلطات، منتخبين، أطر، كلنا نتعاونوا باش ندوزو لعهد جديد ومرحلة جديدة في خدمة المواطن. بس الحقيقة ما عطيناش داكشي اللي كيستحق، ولكن اليوم دخلنا استثمار جديد، خدمات جديدة، تصور جديد، صار فيه وفقنا وأيضاً في مجال الدراسة نحن نتبعها في الوزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة. أكثر من 60% ديال الإنتاج كاينة البصل والرقة والسكر والمعتاد الحول ديال الإنتاج، إنتاج غادي يتجاوزوا تراخد الجيل الأحضر في الدراسة ديالنا. اليوم اللي بدينا كنشتغل على الإنجاز ديال الدراسة في الأسواق ديال حتى الأسواق الأسبوعية اللي غيتم تقريباً بين الأحضر في جمع البيع اللي كاينين 9 بها من الجهوية. سوق ديال المشية بربعة بهم وراه السيد العام 120 الزهراء المعتمد 2020 وحاس والسيدين المدير الجهوي، والآن المدير الجهوي للأملاك التونة تعبئة هذا العقار
حيث غادي يكون خالي من كل التكاليف او التحمل العقاري او الاحتلال وضغوط التصرف المشروع اللي ممتاز. الجيل الأخضر قطاع الفلاحي 2020-2030. اليوم كنت على زيارة عمل في الإقليم مكناس، فوقعنا على جوج اتفاقيات مشاريع مهيكلة. كيهم المشروع الأول إنشاء سوق جملة على الصعيد ديال الجهة ديال فاس ميكاس، واللي غادي يكون مواصفات حديثة، واللي غادي هيكل كل إنتاج الفلاحي فيما يخص الإنتاج يعني النباتي على الصعيد ديال هاد الجهة. وغادي يكون يعني واحد الوقع مهم في التخمين نتاع المنتوج، وكذلك تحضير السلامة الصحية والتتبع نتاع المسار. والمشروع الثاني كيهم مجزرة ديال مكناس، واللي غادي تكون كذلك واحد الحلول اللي فيها المواصفات يعني مهمة باش نحلوا هاد الإشكالية ديال المجزرة الحالية، ولأجل واحد المنظومة ديال التوزيع نتاع اللحوم اللي كتحترم السلامة الصحية وكتحترم كذلك الجودة والحفاظ على الصحة نتاع المواطنين. وهذه المشاريع ترجي في إطار توزيع استراتيجية الجيل الأخضر اللي كتعمل على يعني التخمين وعلى السافلة ديال سلاسل الإنتاج فيما يخص يعني التوزيع وفيما يخص التقريب المنتوج من المواطن ومن المستهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. فعشية اليوم السيد وزير الفلاحة والسيد وزير الصناعة رفقة السيد عامل عملة مكناس والسيد رئيس الجهة، بالإضافة إلى رؤساء الجماعة المعنية بإنشاء أولا سوق الجملة للجيل الجديد اللي كيدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة للجيل الأخضر 2020-2030، واللي كيهم تحويل سوق الجملة الحالي اللي عنده مجموعة من الإكراهات مجموعة من الإشكاليات إلى مكان آخر في لاغوبوليس، واللي هذه يكون ضمن البرامج المهيكلة اللي كتدخل كذلك في إطار برنامج عمل جماعة مكناس. هذا البرنامج الأول، هذا الورش الأول إن شاء الله اللي هذه يعطي واحد القيمة مضافة لمدينة مكناس وجماعة مكناس والجهة كذلك. غير اللي بغيت نشير له هو هذا هو السوق الثاني الجهوي اللي تم البداية إن شاء الله في الدراسات في الإنشاء دياله بعد سوق الجملة الجهوي ديال الرباط. فيما يخص الاتفاقيه الثانيه اللي كتهم مجازر مكناس، مجازر مكناس مجازر البلديه كتعرفوها، كتعرفوا الحاله اللي هي فيها اشكاليات اللي خصنا نعالجوها. المعالجه ديالها كتدخل في اطار اولا اتفاقيه شراكه و يعني باش نناقشوا مع جميع الشركاء المعنيين بهذا المرفق العمومي الحيوي اللي هما المهنيين اللي هما وزارة الصناعة اللي هما وزارة الفلاحة اللي هما السلطات واللي هما كذلك وخاصة المهنيين، اللي هذه يكون واحد يعني واحد الدراسة باش نشوفوا شنو هما الإشكاليات التقنية أولا، إشكاليات الاجتماعية، إنشاء مجازر جديدة من الجيل الجديد على المستوى الوطني اللي كتسهر عليه وزارة الداخلية بشراكة مع وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة. Thank you.
داروا لهم الطاكسيات.